مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجو للحديث عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهاي الفقرة رح نقدم لكم آخر أخبار كرة القدم في الساعات القليلة الماضية وأبرز ما جرى من أخبار الصحف والشائعات والانتقالات. رح نبلش أول شيء في المباريات الودية في البطولات الودية ضمن استعدادات الفرق لموسمها الجديد. ريال مدريد رح يلاقي أرسنال، برشلونة رح يلاقي تشلسي، بايرن ميونخ رح يلاقي الميلان، إذا وأيندهوفن الهولندي رح يلاقي بازل السويسري. هذه أبرز المباريات إذا ضمن مثل ما قلنا معسكرات النوادي من أجل الموسم الجديد. رح ننتقل الآن إلى أخبار الصحافة والإشاعات إذا والتعاقدات. نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني أعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يلي هو ابن اللاعب الفرنسي ليليان تورام قادما من صفوف غانغون الفرنسي. واللاعب بالغ من العمر 21 عام، وقع على عقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2023، ومن المتوقع أنه بلغت قيمة الصفقة حوالي 10 ملايين يورو. إذن في خبر آخر نبقى في فرنسا، كان نادي نانت الفرنسي أعلن عن تعاقد جديد مع لاعب الوسط مهدي عبيد في صفقة انتقال حر، طبعا هو لاعب المنتخب الجزائري، في صفقة انتقال حر إذن لأنه اللاعب انتهى عقده مع ديجون اللي ظل معه لمدة 3 سنوات. اللاعب بلغ من العمر 26 عام ووقع عقد مع نادي الجديد حتى صيف 2022. إذن في خبر آخر، كان نادي برشلونة إذن وفقا للصحافة تعاقد مع لاعب ياباني، إذا يعني طبعا كثير النوادي الآن عم تتجه للتعاقد مع اللاعبين الآسيويين، وعلى ما يبدو هو لاعب ظهير أيسر اسمه تاكاهاشي، وسيلعب مع الفئات العمرية الصغيرة لأنه عمره 13 سنة. إذا نادي برشلونة وقع مع هذه الموهبة الجديدة وسينضم إذا إلى فريق الناشئين. في خبر آخر، كان نادي الريان القطري أعلن تعاقده مع اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي قادما من نادي بورتو البرتغالي. ياسين إبراهيمي طبعا وقع على عقد لمدة 3 مواسم إذا وخضع للفحص الطبي، وطبعا هو متوج في كأس أمم إفريقيا مؤخرا مع منتخب الجزائر. إذا ننتقل على نادي ريال بيتيس يلي كان أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير قادما من أولمبيك ليون، طبعا هو بالغ من العمر 26 عام، ونبيل فقير وقع على عقد حتى صيف 2023. إذا نتمنى له التوفيق لنبيل فقير، كان في كتير إشاعات ربطته حول الانتقال إلى الدوري الإسباني مؤخرا، وأخيرا طبعا أعلن ريال بيتيس عن هذه الصفقة. ياريت أنه تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، ما رأيكم بانتقال نبيل فقير إلى ريال بيتيس. في خبر آخر، كان نادي أوساسونا أعلن ضم لاعب الوسط الصربي داركو براسناك يلي هو نجم ريال بيتيس، أعلن عن تعاقده معه لمدة 3 مواسم حتى عام 2022. لسه ما تم الكشف عن التفاصيل المالية لهذه الصفقة. إذن في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإسبانية، داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد يلي كان في كتير إشاعات حول موضوع خروجه من النادي على سبيل الإعارة، على ما يبدو أصبح قريب جدا من الانتقال لصفوف نادي أرسنال على سبيل الإعارة. هو طبعا يحظى باهتمام العديد من الأندية، لكن أبرز النوادي المهتمة فيه هو نادي أرسنال. من المتوقع أنه نسمع خلال الساعات القليلة الماضية القليلة القادمة أو حتى الأيام القليلة القادمة عن خبر انضمام سيبايوس على سبيل الإعارة للأرسنال. أيضا خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، ما رأيكم بإعارة سيبايوس؟ هل كنتم بتفضلوا بقائه في ريال مدريد أم أنه إعارته للأرسنال رح تكون أنه في مصلحة اللاعب؟
أيضا نبقى مع أخبار الإعارة وفي الدوري الإسباني، وفقا للصحافة الفرنسية نادي برشلونة على ما يبدو يفكر في إعارة مدافعه الشاب جون كلير توديبو البالغ من العمر 19 عام. على ما يبدو توديبو سيرحل لصفوف نادي ميلان الإيطالي، ما عن فكرة للإعارة لكم موسم راح تمتد، لكن هو مجرد يعني ربما مجرد أخبار أو مجرد إشاعات. راح ننتظر ونشوف إذا كان فعلا ستتم إعارته إلى نادي الميلان. أيضا يا ريت تخبرونا عن رأيكم بهذه الصفقة من خلال التعليقات. كان أيضا في خبر آخر، اللاعب الوسط الصربي جوديلي البالغ من العمر 27 عام أصبح قريب جدا من الانضمام لنادي إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال حر، لأنه اللاعب فسخ تعاقده مع نادي السابق الصيني، كان بيلعب بالصين نادي غوانغزو إيفرغراند، وعلى ما يبدو أصبح قريب من الانتقال لإشبيلية في صفقة انتقال حر. إذن أندريس إنيستا أسطورة برشلونة السابق الآن طبعا يلعب في الدوري الياباني، كان تم سؤاله مؤخرا عن تصريحات تحدث في تصريحات عن كريزمان وعن نيمار وعن موضوع انتقالهم لبرشلونة ناديه السابق. ماذا قال أندريس إنيستا؟ قال: غريزمان بغض النظر عن كفاءته فهو يعرف الليغا جيدا، وستكون لديه كل الظروف اللازمة للقيام بالأمور بشكل جيد للغاية، وسيكون محاطا بأفضل اللاعبين، وكل شيء يشير إلى أن مسيرة غريزمان مع البارسا ستكون إيجابية للغاية، وأتمنى أن تكون هكذا. في موضوع نيمار قال: لا أعرف ما إذا كان نيمار سيعود إلى برشلونة أم لا، لكن يبدو أن هذا الأمر سيحدث، ولا أعرف إذا كان الأمر حقيقي، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين، وبانتظار أن نرى ماذا سيحدث. هذه كانت تعليقات أندريس إنيستا إذن عن صفقات برشلونة القادمة، إذن عن موضوع غريزمان وعن موضوع نيمار. خبرونا عن رأيكم بتصريح اللاعب الإسباني المخضرم الرائع عن بحول هذا الموضوع من خلال التعليقات. في خبر آخر طبعا، اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر اللي هو أفضل لاعب في أمم إفريقيا كان وصل إلى مدينة ميلانو الاثنين، وسينتقل طبعا تمهيدا للانضمام لصفوف نادي ميلان قادما من إمبولي. طبعا سيوقع على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، والصفقة من المتوقع أنها كلفت 15 مليون يورو. بن ناصر سيحصل على راتب قدره 1.5 مليون يورو سنويا إذن، وطبعا بانتظار الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. في خبر آخر، كانت أيضا تقارير صحفية أشارت إلى أنه نادي يوفنتوس مستعد لبيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا مقابل مبلغ بين 70 و90 مليون جنيه استرليني طالب في ديبالا. ديبالا مطلوب من قبل عدة أندية مثل باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان. خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، هل بتشوفوا أنه مبلغ 70 إلى 90 مليون جنيه استرليني مبلغ مناسب من أجل التعاقد مع ديبالا، أم أنه يوفنتوس عم ببالغ بسعر لاعبه الشاب، وهل بتأيدوا بيع ديبالا أم لا؟ ياريت أيضا تخبرونا عن آرائكم بهذه الصفقة. في خبر آخر أيضا، ووفقا للصحافة الإسبانية، على ما يبدو نادي غلاطا سراي التركي مهتم بضم اللاعب الكولومبي ريدمان فالكاو اللي هو الآن يلعب في صفوف موناكو الفرنسي. فالكاو بلغ من العمر 33 عام، وسينتهي تعاقده مع موناكو في صيف 2020. لننتظر ونرى إذا كان فعلا اللاعب سيرحل إلى تركيا، إلى العملاق التركي طبعا غلاطا سراي، أم لا. إذن بالتوفيق لفالكاو سواء اختار البقاء مع موناكو أم الذهاب إلى تركيا. إذن مشاهدينا، هذا كان ملخص لأبرز ما جرى في عالم كرة القدم في الساعات القليلة الماضية. أنا بتشكركم كتير على متابعتكم لألي في هذا الفيديو، ولا تنسوا تتابعونا دائما عبر البث الحي عبر صفحة أخبار الآن لمعرفة آخر أحداث الرياضة
وما يجري فيها. إذا بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.